خدمات جديدة شغل بيقولوا الإقليم بصفة عامة. إذا الله يجازيه بخير. كذلك هو السفير ديالنا منكم من اسم الله لباس الفرصة بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انعقد الجمع العام ديال جمعية أصدقاء المستشفى الإقليم في شتوك يتبعها بمركب ثقافي سعيد شتوك. هذا الجمع العام صادق المجلس على التقريرين الأدبي والمالي ديال السنوات الفارطة 2021-2022. وتم تجديد المكتب، مكتب الجمعية، لتجديد الثقة في المكتب القديم. إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله نكون تحت حسن ظن لهذا المركز، المركز جميع المرضى الشفاء العاجل إن شاء الله. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر السيد عامل إقليم في شتوك يتبعها اللي ما فاتئة كيبذل مجهودات جبارة من أجل يعني هذا المركز يكون في واحد المرتبة مزيانة من حيث الخدمات، من حيث الاستقبال ديال المرضى والمرافق ديال المركز. كما أجدد الشكر للجميع من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا المركز هذا، ونتمنى التوفيق والسداد للجميع. كوم براين فايز من دو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إقليم شتوك يتبعها. اليوم كان لي الشرف باش نشارك في الجمع العام ديال جمعية أصدقاء مستشفى الإقليمي اللي كيشتغلوا في مجال القصور الكلوي مع المستشفى. وحقيقه زعما الخدمات اللي كيقدموا من 2019 لدابا خدمات جليله، وكنهنيهم على الفكره باش يشتغلوا في المجال الصحي. وكان من هذا المنبر كان زعما كنوجه النداء لجميع الفعاليات المجتمع المدني في شتوك يتبعها باش يشتغلوا في المجال الصحي. يعني الصحة ماشي الشأن ديال وزارة الصحة وحدها، الصحة للجميع، للجميع القطاعات، جميع كما قال الدكتور المنتج، الشركات والجماعات والمجالس والمجتمع المدني كلهم خصهم يساهموا بطريقة أو بأخرى في صحة المجتمع وصحة المواطن. يعني لو السورس اللي كاين عند الصحة مهما بوفيت كاين هذا الشيء. سادس بين المستشفى الجامعي حتى المركز الصحي، غيكونوا مثلا ليزاجونس سوطا ليزاجونس ديال الدم ليزاجونس وكالة الدم، وغيكونوا يعني نزيدوا في الأعداد ديال الممرضين، الأعداد ديال الأطباء، والتكوين ديالهم غيزيدوا تما تجودوا
وغادي يديروا رقمنا باش يعني الاستاتيستيك تاع دوري لافورماسيون ديالها هو خاص يكون عندنا هذا الفورماسيون. وغادي يديروا الحاجه الرابعه يعني لا ميزا نيفو ديال لي ستركتور ديالها كتشوف دابا شي خلاص في ستيت ديال باش نحطها في شنو كتبقى في لا ميزا نيفو في سوبر تصور ما راه صحيح غير شي حاجه زوينه شي حاجه لا غير يكون مزيان لو بغيتي 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 تسنتي هذاك الدعم ديال المجتمع المدني، ذاك التواصل ديال المجتمع المدني، ذاك الخيط الرابط بين وزارة الصحة مع الجمعيات، يعني ولكن نتمناو من خلال هذه الجمعية، عرفتوا شحال البلاد ديال المدينة، المدينة ديالي لا سوسيتي سيفيل باغ اكسيلونس، شنو كنعتبرها معروفة بالتيسيون اسوسياتيف ديالها، والخدمات الجميلة اللي كيقوموا في جميع القطاعات وبغيتهم زعما يديروا شويه فوكس على وزاره الصحه وانا زعما المكتب ديالي منفتح لاي جمعيه اي انيسياتيف باش نخدموا باش يعني نحسنوا العرض الصحي ونحسنوا الجوده ديال لو سيرفيس هو اللي على البوبيلاسيون. دابا سي سور في غيكون مشكل باسكو دابا فاش كنتي في لامو غيكون تنافس ماشي تنافس ولكن غيكون تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام. دونك الخدمة كاملين على شنو؟ على الجودة. الجودة الدور ديالها ماشي غير التأكيد مقصود على العائلة ديال المرضى وكذا، لا. كما قالوا الدور ديالهم كيفاش يتزاد حيتاش على سيرة الطاقة اللي كيداروا. في لو سيك يعني في لاك كو في لاك ديال لو سيرفيس كوبي مثلا ديال لي دو مثلا كما قال الأستاذ، نقدروا نديروا نمشيو حتى ثلاثة ديال الحصص يوميا. سينو نمشيو حتى نمشيو في الطبقة نمشيو زعما لو دوسي توجور بيرفيكتيف. ما يمكن ما زلناش فيه. زعما بلا فرطو مازال خصنا نزيدو 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 يعني لا بريسيون اللي كاينه على وزاره الصحه قاش هو هو لو بوزوان اللي هو عندي لا اي واحد مني انا واحد من الصحه البوزوان ديالي انا دابا كمواطن وكانسان هو الصحه وكنشكركم كاملين وكنشكر الجميع اللي كيسكتوا على راس على راس المساهمين والمتمثلين العامة اللي ما فاتت الازمه كما قال السيد رئيس يساهم ويهتم بالقطاع الصحي في المدينة بالدرجة الأولى وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الجمع العام السنوي اللي كتنظم جمعية أصدقاء المستشفى كيمتاز هذا العام بقدوم مندوب ديال الصحة الجديد السي فايز إبراهيم اللي كنرحبوا به بزاف في الإقليم وهو من أبناء المنطقة ونتمناو ليه مسار جيد ان شاء الله. بالنسبه للجمعيه ديالتنا كما العاده قدمنا التقرير الادبي والمالي وتصادق عليهم وحنا دائما في الاستمراريه ديال الاهداف ديال الجمعيه كنقوموا بتسيير ديال مركز تصفيه الدم بيوغرا وكذلك الجمعيه كتساهم بفعاليه يعني في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفى ككل. نساهمت في عدة مشاريع في المستشفى بتزويدها بالأجهزة بترميم بعض المصالح الاستشفائية مساعدة المرضى إلى آخره. إذن هذا هو الدور ديال الجمعية ككل. الجديد ديال الجمعية هو أنها بدات كتنظم حملات قوافل طبية بطبيعة الحال بشراكة وبتعاون وبتمويل من الاندياش اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية يعني في الشق الصحي في الشأن الصحي. إذن يلا سالينا واحد القافلة طبية كتهم صحة الأم اللي فيها التحسيس والتوعية ديال النساء الحوامل، فيه الاستكشاف المبكر للسرطان الثدي، وفيه الفحص بالصدى للنساء الحوامل. وتقريبا درنا 8 ديال القوافل الطبية في ربوع الإقليم. يعني المشروع الثاني باقي خدامين فيه اللي كيهم الفحص ديال التلاميذ اللي كيعانيوا من اضطرابات السمعية والبصرية. الى حدود الان يعني هذا المشروع كيهم جميع التلاميذ المتمدرسين بالاقليم. وصلنا لحدود الان تقريبا واحد 700 تلميذ اللي خاصهم النظارات،
وخلال هذا الاجتماع هذا راه فتحنا الأظرفة ديال الشركات اللي غادي تمولنا بهذا بالنظارات ان شاء الله، و يعني نسبة تنفيذ هذا المشروع هذا تقريبا وصلنا فيه 50%. حنا كنتظروا زعما كان بغينا نكملوه قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي تقريبا في أواخر شهر مايو. نحن دائما كنسعوا باش الفعاليات الاقتصادية ديال المنطقة ديال الإقليم يساهموا ويعاونونا في يعني في تسيير ديال الجمعية لتنفيذ برامجها سواء بالمركز تصفية الدم أو في باقي البرامج اللي كتخدم فيها الجمعية. فهذا الصدد حنا دائما كنراسلوا جميع الشركات الفلاحية اللي كاينة في الإقليم، وفي هذا المنبر كنوجه الشكر الخاص لإسمنت المغرب اللي كاينين في جامعة ميم قرن، لأنهم دائما كيساهموا بواحد مبالغ يعني إن سيبونسيون أنيال اللي كتعاوننا بزاف يعني في الخصوص في التسيير ديال مركز تصفية الدم. الرحمن الرحيم. اليوم انعقد الجمع العام لجمعية أصدقاء المستشفى، والجمعية رائدة على المستوى الإقليمي تساهم وتعزز العرض الصحي وتقدم خدمات اجتماعية لفائدة مرضى القصور الكلوي وكذلك أنشطة اجتماعية أخرى مرتبطة بالمستشفى بصفة عامة، و بالتالي فتعزيز الخدمات الصحية هو مهم. لماذا؟ لأن يأتي في أولويات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد الوحدة الترابية والتعليم، فالصحة الآن وخاصة بعد جائحة كورونا لها تأثير مباشر، زيادة على أنه هذه الجمعية تشتغل مع شركاء ومؤسسات. ولا ننسى هنا أن نشكر الدعم الذي تقدمه السلطات الإقليمية بقيادة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم شتوكا يتبعها، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطت قفزة نوعية لهذه الجمعية لتحقيق أهدافها السامية وأهدافها المتميزة في تقديم خدمات للمعوزين وكذلك لكل المرتفقين بالمستشفى الإقليمي لشتوكا يتبعها، الذي نتمنى أن يرتقي إلى مصاف المستشفيات يعني الكبرى والمستشفيات التي تقدم خدمات فيها جودة فيها كذلك إنسانية وألسنة، يعني نتحدث الآن عن ألسنة المستشفى خدمة للصالح العام.